النهاردة هنعمل شربات النعناع المركز او سيرب النعناع، كمان هنعمل مشروب الليمون بالنعناع المنعش اللي بيتقدم في الكافيهات وكلنا بنحبه وما بنعرفش سر جماله وطعمته ايه. هنعمله النهاردة بافضل واسهل طريقة، وهقول لكم على طريقة اعداده وتقديمه زي الكافيهات بالظبط. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان لما انزل فيديو يوصل لكم اشعار. جبت كمية من النعناع الاخضر الفريش، دول حوالي 4 ربط، غسلتهم كويس من التراب اللي عليهم وبعدين صفيتهم من المية. وبعدين ممكن نقطعهم بطريقتين، يا اما هنقطع الاوراق كده زي الملوخية ما بنقطعها، يا اما ممكن تقطعوا الاوراق بالسقام بتاعتها بالسكينة، يعني الطريقة اللي تريحكم، بس انا بفضل الطريقة بتاعت الاوراق. هناخد الكمية بتاعت النعناع، هنروح كده في حلة على البوتاجاز هنضيف كوباية مية، وبعدين هنضيف 3 كوبايات من السكر، سكر حبيبات عادي، وهنقلبهم على النار. وبعد ما تغلي المية بالسكر هنبتدي نضيف فيها النعناع اللي احنا قطعناه، هنضيف كل كمية النعناع، وبعدين هنفضل كده يعني نخلي المية تغمرهم يعني تغطيهم، لازم السيرب ده اللي هو المية بالسكر تغطي اوراق النعناع، وهنفضل نقلب فيها كده بالراحة. وبعدين هنغطي عليها الحلة وهنسيبها متغطية على نار هادية حوالي ربع ساعة، وبعد الربع ساعة هنستنى لما تهدى شوية علشان ما ينفعش نحطها وهي سخنة قوي كده في الخلاط، علشان الخلاط طبعا ممكن يبوظ. انا حطيتهم في الدورق ده علشان هو فيه بوز كده، فبيبقى سهل اني اصب النعناع في الخلاط. بعدين انا حسيت ان الاوراق مش عايزة تنزل، فانا برضو ساعدت نفسي بالسباتيولا ونزلت كل الاوراق وكل الكمية بتاعتي اللي انا كنت غليتها في الحلة في الخلاط في الدورق كده. بصوا المصفى اللي في النص دي انا حاولت احط فيها ورق النعناع علشان تقلل لي من كمية الشوائب، لكن انا لقيتها بتعقني في ضرب الحاجات دي في الخلاط، فانا في الاخر شلتها. يعني بصوا انا حسيت ان هو مش بيتضرب كويس، فانا شلت المصفى دي خالص، فانسوا قصة المصفى دي خالص. انا حطيتها في شفشق الخلاط وبعدين ضربتهم كويس جدا، وبعد ما ضربتهم حوالي دقيقتين ابتديت اشيل الاوراق اللي فوق دي علشان اسهل على نفسي عملية تصفية الاوراق النعناع. بعدين جبت مصفى تكون الخرم بتاعتها ضيقة مش واسعة، وبعدين هصفيهم في الحلة. طبعا دي اول تصفية، مش هينفع اكتفي بتصفية واحدة علشان لازم هيكون في بعض الشوائب هتنزل من النعناع. بضغط عليهم علشان اخد طبعا كل الخلاصة بتاعت النعناع. وبعدين وهم في الحلة كده برضو هجيب قماشة نظيفة وهبتدي اصفيهم للمرة التانية، علشان لازم هيكون فيه شوايب بسيطة خالص، فانا محتاجة سيرب النعناع او شربات النعناع يكون صافي ونقي. شايفين هم دول بس اللي خرجوا من القماشة. بعدين هرجع السيرب ده تاني في الحلة وهرجعه على البوتاجاز، وهضيف نص ملعقة من ملح الليمون، وده يعتبر مادة حافظة كمان علشان السيرب بتاعي ما يسكرش. لما تضيفوا ملح الليمون يعني شيلوا الحلة من على البوتاجاز، لان ملح الليمون هيخلي السيرب ده يفور، فخلوا بالكوا علشان ما يفورش منكوا ويطلع على البوتاجاز. هبتدي اشيل كل السحب البيضة اللي بتطلع لي على الوش دي، يعني طول ما الحلة على النار انا بفضل اقلب بالسباتيولا علشان السكر ما يمسكش في الحلة، وخلوا بالكم ما تخلوش السكر يبقى على جدران الحلة علشان ما يشتش، يعني بنفضل نقلب كده بالراحة. وبعدين علشان اجيب لون السيرب المركز الاخضر اللي احنا بنشتريه جبت الوان ماجيك اللي هي الوان الطعام الصحية دي، وحطيت نقطتين بس، كل ما هيغلي على النار اللون الاخضر هيتركز معايا بزيادة والسيرب هيبقى نقي وصافي ومركز. يعني كل ما هيقعد السيرب ده على النار هيبقى مركز اكتر والقوام بتاعه هيبقى نقي وهيتقل، كل ما هيقعد هيتقل اكتر، فاحنا كل شوية كده بنديله تقليبة بسيطة. خلاص كده شربات النعناع بقى جاهز معانا، هنحفظه وهو سخن كده، ممكن نحطه في ازازة معقمة او في برطمان معقم. هو بيكون قوامه خفيف شوية كده وهو سخن طبعا، لكن كل ما هيقعد هيتقل اكتر. دلوقتي هنعمل عصير الليمون بالنعناع، هنجيب شفشق الخلاط وهنحط فيه كمية من التلج، وبعدين هنحط المية اللي احنا حبينا. انا حطيت 3 كوبايات، وبعدين حطيت نص فنجان من عصير الليمون، وبعدين حطيت كوباية من السيفن اب،
وممكن تحطوا ملعقة من اللبن البودرة. انا احيانا بحط لبن بودرة واحيانا ما بحطش، يعني جربوا الطريقتين اللي تعجبكم ابقوا ركزوا عليها. بعدين هنحط ملعقتين كبار من سيرب النعناع او شربات النعناع المركز، وبعدين هنشغل عليهم الخلاط، وبعدين هنجيب كوبايتين وهنحط فيهم برضو مكعبات من التلج، وهنحط كده ملعقة او نص ملعقة في كل كوباية. انا الكوبايات دي حجمها كبير، شوب كبير، فحطيت ملعقة صغيرة مليانة من سيرب النعناع المركز، وبعدين صبيت عليه النعناع، وبعدين قطعت ليمونة بالشكل ده وحطيتها، او ممكن تحطوا ورقة من ورق النعناع الفريش، هما في الكافيهات بيعملوا كده علشان يبقى شكله جذاب وجميل ومنعش كده، يدي احساس بالراحة النفسية. ده السيرب قبل ما احطه في التلاجة، بيكون القوام بتاعه كده يعني تقيل الى حد ما، لكن في اخر الفيديو انا هوريكم القوام بتاعه بقى ازاي لما حطيته في التلاجة. عصير الليمون بالنعناع من المشروبات المحببة جدا جدا للكبار وللصغيرين، بالإضافة لفوائده الصحية الرهيبة. يعني الليمون بيحتوي على فيتامين سي، كمان النعناع بيريح القولون وبيعمل راحة نفسية فظيعة بصراحة. عايزة أقول لكم طعمه وريحته في منتهى الروعة والجمال. انا ما ببطلش اعمله طول الصيف، واي ضيف بيجي عندي وبعمله له لازم يطلب مني الطريقه بتاعته. بصوا بقى اعملوا الحركه دي، يعني هاتوا السيرب وانزلوا بيه على قطع التلج، بياخد السقعان بتاع التلج وينزل على العصير، فبيدي طعم وريحه مركزه جدا جدا. بتمنى من كل قلبي فعلا الوصفة تكون سهلة عليكم وتعجبكم، هي ما بتاخدش دقايق اصلا في تحضيرها. سيرب النعناع المركز ممكن تعملوه تحتفظوا بيه في التلاجة في الاوقات اللي بيكون فيها النعناع متوفر، لان النعناع ما بيبقاش متوفر طول ايام السنة. هوريلكوا قد ايه القوام بتاعه تقل لما حطيته في التلاجة. ده تاني يوم لما حطيت السيرب المركز ده في التلاجة، بصوا القوام بقى عامل ازاي، تقيل جدا جدا زيه زي اي سيرب احنا بنعمله وبنشيله في التلاجة، بيبقى تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده القوام تقيل جدا، والريحة بتبقى مركزة جدا جدا طول ما انا بعمله على النار. عايزة اقولكوا البيت بقى كله ريحته نعناع، يعني ريحته لذيذة جدا جدا ومنعشة جدا جدا. معلش في حاجه نسيت اقولها لكم، انتوا بتعملوا عصير الليمون بالنعناع وضيفوا سكر، ضيفوا ملعقه كبيره من السكر لكل كوبايه عصير ليمون بالنعناع، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو.